FM. الكلمة ليك. سألتني هل ندمت على الخروج من حركة النهضة؟ فجاوبت كلمة واحدة وقلت لك أبدا. وهذا هي دائما الإجابة. الناس تتقدم القدام، ما تقدمش التالي. حركة النهضة أصبحت جزء من الماضي، أعتقد مش فقط للرياض الشعبي ولكن لشريحة كبيرة من المجتمع التونسي. هي حركة مناضلة، ناضلة ضد الاستبداد وضد الدكتاتورية، وهي أثبتت جدارتها وقوتها في القيام بمهمة النضال ضد الاستبداد وضد الدكتاتورية بما توفر من حاضنة إيديولوجية تحمي المناضل وتقويه وتخليه يصمد قدام آلة القمع. لكن بعد التحول اللي حصل في 2011، إذا نادم رياض الشعبي على حاجة، أنا نادم لأني ما خرجتش من حركة النهضة مباشرة بعد الثورة. وجات فرصة باش نخرج، لأني قعدت مدة وأنا مجمد عضويتي في حركة النهضة، على الأقل شهر أو شهر ونص في الهيئة التأسيسية وفي حركة النهضة مباشرة بعد الثورة بسبب خلافات بدأت تبرز منذ الأيام الأولى. لكن بعد الثورة قدمت في المواقع، أنت كنت رئيس طبعاً آخر مؤتمر لحركة النهضة. وعلى هذاك قلت لك أنا إذا ثم حاجة ممكن ندمت عليها هو أنه منذ اللحظة الأولى اللي حصل فيها الخلاف. الكلمة ليك.